خلي بالك بقى دي فقرة، ان احنا رمضان السنة دي جو مش متعودين على كده، ده في شهر 4 هيخلص شهر 4 يعني بادئ شهر 3 يعني لسه الجو ما بقاش دافى قوي، فتكر ليه بقى؟ تقلبات الجو مصحوبة دايما بحاجات امراض جهاز التنفسي، الكحة والانفلونزا والزكام والحاجات دي. عندنا سؤال دايما نسأله في كلية الطب وكتير بيسقطوا عشانه، بس اللي بيسقط عشانه بيصعب عليه قوي. قال له ايه الفرق بين البرد والانفلونزا؟ الواد يبص كده، اقول له في كلمة واحدة. يقول لي ما ينفعش اقول كلمتين، اقول له لا في كلمة واحدة. في امتحان بكالوريوس ما الفرق بين البرد والانفلونزا؟ وفي ناس كتير ما تعرفش الفرق ده، فاحنا بنقول للطالب قبل ما يتخرج ما الفرق، اقول له ما الفرق بين البرد والانفلونزا في كلمة واحدة. وعشان اقولها انفلونزا هي انجليزي انفلونزا، برد كومن كولد يعني برد، ده كومن كولد يعني عشان ايه اللي عايز يعرفها يعني، اقول له في كلمه واحده. ان ما قالش الكلمه دي غالبا ما بينجحش. حراره، فيفر، كلمه واحده. انفلونزا سخن، اللي عنده برد مش سخن. عشان كده احنا في شهر في تقلبات جوية، زكام وكحة وسخنت. لا على الدكتور جري، على الدكتور جري، بربرة وبتاع بس مش سخن، ما تخافش، بس احمي نفسي من هذا الدور. قد يضايقني في الصيام، اي نعم انا مش سخن ولا، بس يضايقني في الصيام ان الواحد كل شوية عايز مناخيره سايبة وكحة وعظمه مكسر وكلام يضايقني. فنخلي بالنا تغير الجو خطر شوية. احنا في دلوقتي في مارس داخل على ابريل، ده تغير جو وتفتح الزهور وحبوب اللقاح للي عندهم حساسية صدر، بنخاف جدا عليهم. اللي عنده حساسية صدر اللي هي الربو بنخاف جدا عليهم. ليه؟ لان هو ده شهر اللي وحش قوي قوي للمرضى دول. حسيت بأزمة ربوية، حسيت بحاجة قافلة صدرك، حسيت بتزييق في صدرك، حسيت بنهجان، جري على الدكتور.